بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جهشتن إيك ببش كشكرنا خلاك كاديش برنامج ما دماهيكا عن أخرت دماهيكا دنياي عن علامات قيامتي. أم بردوام من سر علامات قيامتي وأم علامات الدف علامات بيجين كو أم بردوام من سر علامات بتشيك يعني بشت علامات الصغرى كلا كشونا يتهاتين ويتشوين جف علامات خلاص بين يتهاتين يتشيبين. مجرد بحث بغنبري كالصلاة تخذ السر من حديثة كيد بيشتن بيش ظهور الخوارج، خوارج دي در كفن وخوارج وكي جردي ما بحث جي كربين جماعة بين الجل إمام علي بشتي شرطنا بين أبي معاوية دا تشيبي والصلح تشيبي. طبعا أولا الجل إمام علي بين بو الشريجي بشتي الصلح تشيبي أوش إمام علي بابين وخش مع عسكري بدركة وسنن راضي بين ندفي الصلح تشيبتن وهنت تشتي سر إمام علي قرتن وخا دان منطقة كالكوفة تقوتني حارة وراء وما بجرد بحسي عقيدة وبيرو باوري توانكر هندك تشت النفانة دا بيدا بين شوانا تقوتي او كسي قلناها كمظن بكت او مروف دي كافر بتو دي ابدي بالجهنم دا وهر وكي شرك بخده كري هر وكي كفر بخده كري اف مروفا يعني نش قلناهت نحساب تن قلناهت مظن حساب تت كفرة مظنة يا دي تري بشتي اوصل حشي بتنوينا امام علي ومعاوية دا رازمينا هردوكا كفر هردو كادر يخز قوتي حاشا هردو كت كافر بين. وما بحثي وانا كر بيغنبري صلاة قد السر بن صحبتك السر مروبك كر وكي مجردي بحث كري كود بجني ذو الخويصرة ذو الخويصرة مروبك بيهاد داف بيغنبري بيغنبري هندك خي يعني مالي خيري ليك فات كتن قد بيغنبري اعدل كتي عدالتي بك تفي مالي بدرستاهي ليك فاناكي بيغنبري جيكوتي هكر اس عدالتي نكم أكيد عدالتك. إمام عمر خد الجرازي بتقول يا رسول الله رخصتا ما بدأ أزبي مروفي بكجم إن بيغمبري قلت نخر جيب قرها يا عمر هندك ديش في الصنف مروفا رابن ودي يعني تشتت وصاكن هند هزرو بير ديش نسريوانا دا ودي عبادتك قالك ما ظنكن ودي قرآنك قالك ما ظن خينن بس دفي قرآن ناقهن وش إسلامتي درد كفن شواش تير اشكفاني درد كفتن. بيغمبر حديثة بي صلاة قد السربن يعني بيشتن آخفتنا بي أفيا بيشتن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أفا ديش ديني در كفن هر وكي تير اشكفاني درد كفتن. عبد الله كور مسعود بيشتن در حقي فانا دا بيشت بيغمبري هوغو صلاة قد السربن بيغمبري قلت يخرج آخر الزمان قوم أحداث الأسنان قلت دماهيك زماني دي قومك در كفتن احداث الاسنان يعني بعلامتها يتأودين يعني عمروان يبشيك سفهاء الاحلام فهم تجهشتنا وان يا كيما يقرؤون القرآن سفهاء يعني تجهشتنا وان بقرآن وصانا هروكي مروفكي بعقل مروفكي نيشهر زاتشوا أبا وان تأويلا القرآن دتن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قرآن تخين بس اف قرآن اش وكيد بيجن راستان ملتوانا ناشت خواري بشتن الدليوان دا يقولون من قول خير البرية دي اخفتنا يا بيغنبري بيجن صلاة خذ السربن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ديش ديني در كفن هر وكي تيش كفاني در كفتن ابا بيغنبري صلاة خذ السربن هو صا بحث وانكر. طبعا دس بيكا ما بحث خوارج كري بيجن 8000 بين هندا كديد بين نخش 16000 بين الجيش امام علي بابين وشون منطقه كد قلتني حراوراء والويري يعني مشاورات تخط كرن تاويلات تخط كرن والويري اخفتن تخط قوت انه الويري قالك الريكا بصرمان اجقر قصة ابن عباس تبيش تخذ الجرازي بتن ابن عباس يعني مامي بس مامي بيغمبرية كوري عباس يا عباس مامي بيغمبرية عبد الله يقولتي مقولت امام علي خذ الجرازي بتن كم قلتي هكرتو رخصتا مبدي نفيجا نيفرو تأخير بك يعني رجعي بخادينا نفيجا نيفرو تأخير بك ويعني بلا بشكل دنيا بتازد باش نفيجا بك
رخصت بدمن از دچم نوان مروفا و تینا امام علی خود جرازی بید گوتی اس نی امینم تشتگل تبکن معنوی اف مروفا نی تندینه تو بچل گل باخوی اف مروفا احتمال تبکوجن قوم گوتی نه یا امیر المؤمنین هما تو رخصت بدمن اس مروفا کم معاملتا من یا خوش الگل همیا گوتی امام علی رخصت دامن گوتی بلا نکی هر الگل باخوی و تی اسرار امچوم جلکه که تازه میکر برخوا و اسرار امچوم نفوانا دا و من گوت من صلاف لیکر و من گوتی از هاتیم اجدف انصار و مهاجره معنی اوید هین ابزد دیوان رابین او انصار و مهاجرن اوید خوده مدحیوانت قرآن دا کری از هاتیم اجدف زاوای پیغمبر خوده صلافت خوده سربن که امام علیه اوید که قرآن بو هاتی خواره و او انصار و او مهاجر و او امام علی که زاوای پیغمبری او گله کشوت شهرزادترین تفسیر قرآن دا تیم اف آخفتنه بو گود معنامه او تفسیر هین لیدن قرآن دا و او فهمه هین بخش قرآن ورد گرن گله کشوی کمتره او اف صحابیت ورد گرن که امام علیه خلیفه پیغمبریه زاوای پیغمبریه صلافت خود سربن و او دیتره جی اویل گلوی انصار و مهاجرن چوا او تشتكي راضي بن وهن راضي چوا او اتنزان انو تخشيمن وهن اتزانا وخشيمن قلت من اف اخفتنا قلت بس افا ازيهاتي مجدف زاوية پیغمبري صلافت خود سربن مجدف انصار و مهاجرا او اتكو قلق شوات شهر زاتر ات قرآن ديهن و تفسير قرآن قلت هندك شوانا قلت مناقش القلوانا قلويناكن هندك قرائشين قلت بلهم قوم خصمون قلت قالك تقايش كيشن وجرا كيشن ومرف نشيت هم الجل ناخفن قلت دوا انسيا قلت نا والله عبد الجل اخفن بلا بيشت كاوي شي هيا قلت اس جل اخفتم قم قلت قلت ما بي باخف كتا شي هيا تو هات ايشي ابا ابن عباس يا تي شي دفونه ومتاز هاتي كاوا تشل سر امام علي هيا هين بضد يرا وستاين هين دي هين يعني تشل سر جيرن بو مبيجن قلت ما سيتش تتهين یا ایکی اوی مرووی حکم داد دست ظلام آده گوتی تو هر هین هر حکمی بکن مانا حکمی خوده یا لازم امرو بشت خوده این الحکم الا لله حکم اوه بی که امام علی راضی بی و الگل هند امرووی دیتره اشیت معاویه گوتی ورن هین حکمی نابین آمد آب کن ما پیک بین صلحه و هم دی پیک این صلح کن و پیک هاتن گوتی چاوا اوه ود کت چاوا صلحا بسرمانا تیخد دست هند امروو چن بسرمانا پیک بینن گوتی اوه ایک گوتی اوه ایک یاد دوی گوتی یاد دوی اوه یا کوی شره بسرمانا کر و مال وان نکر غنیمه و عیال وان نکر اخسیرو و بکت یعنی عبد دست خدا و مال وان جن نکر غنیمه بوچی اوه کر حکا بسرمان بوچی شره وان کر حکا نه بسرمان بوچی یعنی اف وکی معاملتا کافر الگل نکر گوتی یه سی و چل سر یعنی امام علی هیا آخفتنا وانا قلت إمام علي لقب أمير المؤمنين السرخ والراكر معناه بي أمير بسرمانة بس خلك عراقي ويتشامش بن دركة أبي أفتشتا قبلكر أف هرسك ما يتهين قلت واتشتا كي جوان هرسك السر هيا قلت نخير قلت باشا هكر هين من هين قانع كرن كهين تخلط في حكمي دا وبو ديار بي بقرآني هين ديش يا خزفرن آنا هم يا بيجوا قلت بلي بس تبو ما دي بينا أبد خلتين بس إش قرآن يبو ما بينا أم دي يعني شيا خذ زفرين قم قلت يا إيكي كوا قلت شوا أو حكميت كتن ماني حكم يا خدي يا شوا حكم كدستهن ده كذي تريدا قلت يا رب العالمين بيجتن وآيات قرآن وهم يا خاندي لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم قلت يا رب العالمين بيشت انها ايك شوى نيتشيري بكت ومتعمد بزانتها في وقت انا وقت نيتشيري او نيتشيري كر اف مروفا كاتشتش نيتشيري كري او دي جزائي ويدتن يعني قيمتي وي دي بارادتن ودي هندك مروف بلا حكمين نسار بكن كا قيمتي وي چنده طبعا او تشتي وان قوتي قوتي قيمته ربع ديناري يعني باهي قيمته كيفريش كاكيا قوتي هنا بخوديكن
رب العالمين يقولي هرن حكمي بكن قيمتك هفريشك كي بلادم روفت عدالة حكمي بكن رب العالمين الرخصت بوفيداي أفا مصطرة آن إمام علي بيجتن چند مروفكا ورن حكمي نابينا مدا بكن ما بيك بينن دا كشتن نچبت نابينا بصر مدا كيشفان مصطرة هنده مروف حكمي بكن ورب العالمين أمر بيداي ات كيفريشكا كيدا اونجت كشتنا بصرمان دا بصرمان بيك بينو شر كشتنا يتكرني قلت والله يا افادي تري مصر معناه قلت فيت خلت انا قلت بلي والله فيت خلت هيج في زفرين قلت بلي قلت ورا يا دي تري افايا ان بيجن كبوشي امام علي كشتنكر شركر قال معاويه ووقتي كشتنكري بلا يعني موالوان غني بابا ومعاملة كافر الجل كربا قلت اف يلجل امام يعني معاوية جي والجل امام علي جي فالصحابية بيغنبري قالك الجل قلت ايك شوانا عائشة اري قلت هين درستتين عائشة ديكا بسرمانا ببتن جارية هكا هين في قبيل بكين افا دجارة هين كافر بي ايك شوانا افايا ديكا ما بسرماننا دي قبيل بتن اي ديكا خابك الجاري يا دويجي اذا ازيته ونخشي بو بيغمبري خدي صلاوات خدي السربن هين يعني في سرخوا قبيل كن انا شو دي اذا درز بتن ايك ديكا خابك جاري ورب العالمين قرآن دا شد بيشتن بيشت النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم بيغمبر اش نفس سواء يعني أولاتنا معنوي هنقول خبدني إطاعوي بكن سركتنا هاري كارياوي بكن حشش حجي بكن وبتري أفا بفتن إش نفس أخا أفا بيغنبري خدي الصلاة خدي السربن ودبجتن جنكتوي يعني جنكت بيغنبري وأزواجه أمهاتهم دي جنكت بيغنبري ديكت وبصرمان هين أفي قبلكن حكر وأذكر معناوي وتشليكر وتعامل ديك الجل نكر أو تعامل رب العالمين قلت يا فدي كوايا هنجفيش دركة قلت يا والله هنجفيش دخلت وأفاجي ندرس بي أفرأي ما قلت قلت يا سيه ندبجن أمير المؤمنين إمام علي أفلق بس سر خراكر قانع بي أفلق بي سر خراكت قلت بيغمبري خدي صلاة خدي السربن صلح الحديبية اتنا بينا وي مشركا دابي پیغمبري قلت علي بن ويسا افصل حچي بتنا بينا پیغمبري خدي صلاوت خدي سربن ونا بينا قريشيا دا قريشيا قلت ام قبل ناكين تبن ويسا پیغمبري خدي ناوي پیغمبري خدي مسح كجبه قلت پیغمبري صلاوت خدي سربن قلت علي ناوي پیغمبري خدي جبه قلت اكتو پیغمبر بايه قلت اما شريت انا تير تشات بجا باش بينا بينا بيغمبري خدي ونا بينا قريشيا دا بيغمبراتي جي ابن وسناوي ناوي خو بابي خو محمد بن عبد الله قلت بيغمبري صلاه خدي السربن تنازل كير قلت يعني بلا بن وس محمد كره عبد الله قلت امام علي وافلق بس الخراكري او مصر ام بيغمبري لقب بيغمبراتي سر خراكري الجل مشركه والجل بصرمانه طبعا اختي وقلت بشتن 2000 شوان خوارج جيفا بين 2000 شوان خوارج قلت متخلط بين وهاتن قال امام علي ويعني علامه التوبه وسرق الديار كرو قلت ام يعني قهداري بوتتكين وام تخلط بين 2000 شوانا طبعا بيجن شهشت بين اما ما نشاش الوير امام علي خدج راضي بتن شو قال اخف مزقتا كوفا بيج وهمية قلت أبدا أن فيش تقبل ناكن وكتا حكم كرد دست ظلام هذا أبي طبعا قانعنا بين عبد الله قانعنا كرين قلت لا حكم إلا حكم الله لا حكم إلا لله وهمية بيج فجي قلت أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم بكتاب الله قلت تا شريك شركا كري تا هندك مروفت كرين شريك أو حكمي بكم بيش رب العالمين فنب كتاب رب العالمين مونستر يا خوب سر رأي يا خوة إنا إمام علي أفاختنا قوتي قوتي لكم علينا ثلاث قوتي وسيت اشتل سرما هين إيك جوانا لا نمنعكم من المساجد
من عاش مزقتا ناكن ورن مزقتا نفجت خابكن ولا من رزقكم في الفيء وام حصة واجي هكر غنيمة يعني تشيب النابين ما وكافر دا ام حصة واجي يعني ومن عناكن دي وجد دينوا ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا ام شر وجي ناكن الا هين خرابيك ما ظن بكن فسادك ما ظن بكن اف هرسك التروة. طبعا اف مروفاكم بين الأوجه قتي حرورا دربي كوفة شم مروف بسرمان برا بوري أوان مروف أو كشت مالي وجستانت يعني بس هكر إيكي مشرك باان نب سرمان با ده بتو نب سرمان النا ده بيشتري ركاي بردن أفيد بسرمان كسن هيلو هميت كشتن مالي وان جنكت وجستاندن حتى عبد بيشتن قتل عبد الله بن الخباب بن الأرت يعني الصحابية كي بيغمبرية مشهورة بتعذيب أوي خوالي سردست مشركة وقت إسلامتية أفخ بابا كشت وشق بطن زوجته وزكي جنكاوي جي كلاشت أف أفجكر ظلام جي كشت وجني جي في شكلي وكي إمام علي أفزاني إنا إمام علي تشوب السيار جي كرغوتي كي عبد الله كشته هميا بيجوا بيجوا قوتي كلنا قتله ما هميا يكشتي فتجهز عليهم لقتاله إمام علي شوي وأمر فهمي بشت معركة نهروان أفمر فجيش وانشكانت وشتش بو نهلا وشقوة نهلا ويرافي رافي ويهاتي كشتني هاتي كشتني ويتسليمي تسليمي بيغمبري صلاة خد السربن بحث معركة صفيني يكري وهندك ديفي رابن طبيعتي وان هوصانة أبا إيكش علامتي اتقيامتي أبا علامتي دهيبي علامتي يازدي أبايا بيغمبر دي صلاة خد السربن بشت خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين هندك مروف دي رابن دي دعوة بيغمبراتيكن أف مروف دجال وأف مروف دروكر أفا بيغمبر دي صلاة خد السربن قيامات رنابة حتى هنوان مروف نبين هندك مروف دي رابن چتشتي أب دجالية دي رابن طبعا دجال چيه يعني دروكر دجال چيه يعني حقية وتشيرت باطلي ديارت كتو أشكرات كت حقية البشتشافت خلقية شيليت كتن وباطلي كشخات كتن ولد كت حتى أفت زعيف الإيمان أن أفت كل هيجة وان خش أفت بديف بكم علامة قيامتي بغمبت بالصلاة خد السربن لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله قيامتنا رابة حتى هندك دجال أبي الدراوكر نرابا دعوة يعني بيغمبراتية وأمر في دجال دراوكر نزيكي سهانا قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله هامي جوانا كت كتابت هاد بيجن هاري كت بيشت أس بيغمبر أبا بيغمبري صلاة خذ سربن أبا يوغوتي طبعا يعني دجال أبايا أبي أخوة بتشتكي تين الدري يدرى وكار وصانينا بيغمبري صلاة خذ سربن حديثة كودي تريد بيشتن بحسي علامات قيامات كتن قلت إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب بيغمبري قوة صلاة خذ سربن خدي سنت خارب رب العالمين قيامات رنابة حتى سه دجال نرابن سه دروكر نرابن يدماهي كي اوه كوريا بحسي دجال مازن سه دجال دي بريوي رابن يدبچيكن اتباعي توانا يتكيمن قواتاوان كيما حتى يدماهي كي رابت طبعا بيغمبري نقوة الصلاة خد السربن كو هميد الجليك رابن هما ايكل ديف ايكي اوه يدماهي كي ديتنا اوه علامات يدبچيكن اوه تكو يعني بيغمبري قوة الصلاة خد السربن ثوبان حديثة كاديش بيغمبري الروايات تتخذي جرازيبة اتبشت بيغمبري قوتي لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين قيامات رنابة حتى هندك قبيلة اش أمتا من نجها مشركة وحتى يعبد الأوثان وحتى بشن عبدينيا صنما بكن وإنه سيكون في أمتي وبيغمبري قوتي دي شيبت الدماهيكا أمتا مدى 30 كذابون سه دجال دي رابن دروكر كلهم يزعموا أنه نبي
همی پیگ و کتاب بیجت هر کت وقت خدا از پیغمبرم و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی و از پیغمبر دماهی که ما و چه پیغمبر دی پشتی من نینن اوه پیغمبری صلاوت خود سر بن جیان خدا اف آخفت نگود صلاوت خود سر بن و پیغمبری صلاوت خود سر بن حدیث که دیده بحثی وان دجالات کتن بش چار شوانو جنکن چار شوان دجالا اوه تخب پیغمبراتیت اینن داری اوه دجالیتین بش چار شوانو جنکن حذیفة بن اليمان بيجتن خود جرازي بتن بيشت پیغمبری قوتي في امتي كذابون دجالون ات امتا مدا ده هندك دروكر دجال رابن 27 بستو حفتن منهم 4 نسوة چار شوانا جنكن واني خاتم النبيين لا نبي بعدي اس پیغمبری دماهی كما چو پیغمبر دي بشتي من نينن أفا پیغمبر صلاوة خود السربن بحثي هنده كر كو نزيكي بست سهانن في حديثاتي پیغمبری قوتي بستو حفتن ودوان حديثاتا قو نزيكي سهانن حديثات دمائي پیغمبری قوتي چار شوانا جنكن چار شوانا دي رابن دي بجن يعني أمجي پیغمبرين جنكن هكذا مسحكين تاريخي افتشتهي چيبي اتجيانا پیغمبری دهشتا پیغمبری خود صلاوة خود السربن يساخة ایکی دگوتنی اسود العنسی اليمنی خب پیغمبراتی اینا داری پشتی بسرمان بی طبعا بسرمان بی پشتی بسرماناتی اینا گوتی اس پیغمبرم اش اسلامتی درکت و گوتی اس پیغمبرم و اواکو اوش اسلامتی درکتی اول مروف بی کو اف مروف مرتد بش اسلام درکت بری هنگی چو ارتدادی نبی اوی ایکی بی هشتا پیغمبری سخ صلاوت خود سر بن و جيشا كجالك يا قوي الدفقة بيدا كل درمون تخا و أو يعني منطقة يمن خلال سي هيفادا درمانة يمن يمن و درمانة ويجرتن قوتك مظن كدستا و أو منطقة جرت و قد خلك أس بيغمبري خديمة بيغمبري صلاوة خد السربن كاغزك بو خلك يمن هنارت و قد هين همي بيغفا بزد في رابن دجمنا هيا في بكن و شر وی بکن و اوی بکو جن هکه اوش یه خانه اتخاره طبعا بسرمانت یمنی الگازی ها پیغمبری رابین صلافت خود سر بن و خودان ایک و اوان جی جیشکا یا قوی درست کر و بهاری کاری ها جنابی طبعا جن اک بخوا این آبی او جن چبی ظلامی و کشت تعدا بخوا بر بی قوات ها بی او جن اک بر بی بهاری کاری ها جن کاوی بسرمان چون اسود العنسی کشت و قوة أو شر يعني الجل قوتها ويجي كر قوتها ويجي شكان وجارك دي يمن إينا كر دستة يعني كد بن دستة بالصرمانة دا يعني علماء التاريخ بجنسي هاي واحدة شر هاي فا جيانا في مروفي كيشة أسود العنسي سي هاي واحدة شر هاي فا أفا ما وبشتين جابا هات كشتني أفا إيك بغنبات بالصلاوة خد السربن سه دجال نزيكي سها دي رابن توخت يعني دي همي بيج بيجن ام پیغمبر خدينا اوا ايك شوانا اسود العنسي اوا ايك يدو قلت طليحة بن خويلد الاسدي طليحة ابن خويلد الاسدي اوي جو خب پیغمبراتي اينو داري و بسرمانا قالك شر الجلكر و قالك شر الجلكر دو ماهي كي اف مروفي هكي بسرمان بي و اسلامتي اوي باش بي و توباء كمازن جهش يعني كر و جارك جهش جيش بسرمانا و الجهاد دا جهادا كا جالك يا مظن كر و بشتينج افمرو فا شهيد بي الشر نهاواندي النهاواندي افمرو فا شهيد بي افيج بري خا بري هنجي خا بيغمبراتي اينا داري بس افمرو فا ليفا بي توبا كير جارك دي جاش جيش بسرمانا و الجهاد دا شهيد بي افادو يسيد بجنيه مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب أفيد قوتي وحي بومتيت بشافي دنيا طاري وحي بومتيت التوختي أبو بكر دا أبو بكر جيشة كما ظن هنارتي بقيادة سركيشي خالد كري وليدي وعكرمة كري أبو جهلي وشرحبيل كري حسني وأفانا شر مسيلمة يكر وجيشة مسيلمة شكانت وأوحشي إمام حمزة كشتي بويرمي وحشي بصرمان ببي وحشي شود في الشريدة وحشي
مسيلمه بير رمي كشت اواكو حم امام حمزه بيكشتي وحشيت بيجتن باشترين مروف من يكشتي بير رمي وكي اس كافر وبيسترين مروف من يكشتي بير رمي وكي اس بصرمان قلت باشا الحمد لله من تولا خافكر تولا حمزي مذاكر بيش حمزي فا قلت من مسيلمه بنو كذاب مكشت ابا مسيلمه جي توقت ابو بكر دا طبعا جلا قوته وان مظن ببي جهشت بي درجه بس المكهي ومدينة نفيجا خطبة وجماعات تهاتن كرني أف عرد يتري بصرمانا نتوير الشعر داخل ديار بكن أشكرا بكن وجيش وانجي نزيكي تشل هزارا بي أبو بكر أبي هاي جيشاوي جي يعني إشكانت ومسيلمة جي هات كشتني أبا يسي يشاري جنكا بجن سجاح بنت الحارث التغلبية سجاح توختي مسيلمة دا أبي جي خب بغمبراتي إينا داري وأب جنكا اشفلت عربابي وأبي جنك جوا أسبيغن برم بشتي وفاتا بيغن بري صلاة خود السربن وقالك مروف الدورمان توي كوم بين اش قومي بي وشو غزوة وان باجير ديتري كرا أو باجير ديتري جي يعني دورمان أبي دي همي قرتن وبشتي انجهات يمام دف مسيلمي وإيمان بمسيلمي إينا وشيب مسيلمي جيكر وقت بصرمانا مسيلمه كشتي كي قصه باري فيغا في ماك بحث شكري افجن كزي زفري يعني جارك هذه جي خا ومال نفقا ومخضا بني تغلبا وبشتينغ افجن كي تو بكر واسلامات ياويجي درس بي باش بي وبشتينغ افجن كي هات بصرة والسر اسلامات البصرة مر افا يا تشاري افا تشارا خب بيغمبراتي ندري يبنجت وقت تابعية دابي يعني وقت تابعية دا وبشتي تابعية تقولتني مختار ابن أبي عبيد الثقفي أبي جي خب بيغمبراتي إنا داري عولي خد ديار كي قلت أس شعامة وأس قالك حشم آل البيت كم مالا وانا مالا بيغمبري صلافة خد السر بنو جماعتك مظن إش هفالي توي ليكون بي وبشتي هنجي قلتي جبرائيل بمن وحيت إينتين وتنابينا يبصرمانا دا شرچي بي مصعبي كر الزبيري قالك شر الجل كرن وبشتي هنجا اف مختارة جهات كشتني يعني سر كفراخوا افاتشو يبنجد بجني الحارث بن سعيد الكذاب يعني يششي افا افانا خب بغمبراتي اني داري قوتي نابيو حارثة كوري سعيدية مشهورة يشتش الكذاب حتى نبجني كذاب كسن زانتن افي قالك خب اني داري كو ازقال عبادتي خودي دي كمل مزقاتا دمشقي وبشتي هنجا اس بغمبرم وكي اخبار جاشت عبد الملك بن مروان خليفه بهنجي ابي مروف خوفا شرط مروف كيش خلك بصرة جهيوي تزاني كالكيفا يا اف مروف تشوب دزيفا تشو داف قلت من ايمان جبتها هيا وباريا خوش بي اينا ازي ام دفته واف مروف في باريا خوش بي اينا ابي او دي وشو داف وبواسطي في چندي اوي جيش عبد الملك هنارتي واف مروف هجي يعني علماء من وعظ نصيحات لكرن وافمروا بها الشيء يخوان نها تخاري وبشتينج افمروا بها هات كشتني افا ما بحسيش شاكر ووقت ما هنت ما امدي ان شاء الله تخلقت بيت دا يعني تمام كين افيت هندك يدي تريجي خب بغمبراتية انا داري وكادو ما هيكوانا چلي هات امي فيش رب العالمين كين رب العالمين ما قايم كسر في ديني رب العالمين ما بارزتن اجبلا ومصيبة الدنيا واخرتي وهر علامتك جفانا جبيت رب العالمين إيمانا ما قائم بكت أمبر أمبري فيتشن دي روستين خلمتا دين خبكين خلمتا إسلام خبكين خلمتا بيغمبري خبكين صلاة خد السربن وحتى خلاكك هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.